أولادي كلهم ما بيعرفوا أبوهم ما عدا بنتي الكبيرة شوية اللي هي اسمها العنود، لأن كله بيقول إنه الشيخ حمد بن خليفة اللي ساجن الشيخ طلال. لكن الناس كانت فاهمة في الفترة هذه إنه كان نوع من العقاب، إحنا كنا مطرودين من بيوتنا، وهذا كان في اليوم العيد الوطني، أنا ما أنساها أبداً في حياتي. Personne ne lève sa voix contre les décisions de l'émir. Le Qatar est une dictature féroce. Des gens disparaissent. كل ما فكر في ذاك البيت